من مكتبة الوالد سيد ولد سيد هاشم السيد أحمد رفاع الوزير نائب شيخ الطريقة رفاع الصوفية أهل البيت على مسام في سفينة نوح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. الله محمد علي حسن الحسين فاطمة بنت خديجة الكبرى، هذا هو الطبعة الثانية 1400 مضافة. الله، يعني قبل 44 سنة 45 سنة منهم ألف، هذا مو مكتوب، سبحان الله. المهم هني لقيت أنا فتحت ولا طلعت هذه الكلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سيدنا محمد شفيعنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وذاته وصفاته جميع الأنبياء كما صلت عليه الملائكة، في حديث آخر لعلي بن أبي طالب عليهم السلام: يا علي، أنت الطريق إلى الله، وأنت النبأ العظيم، وأنت الصراط المستقيم، وأنت المثل الأعلى، وأنت إمام المسلمين وأمير المؤمنين وخير الوصيين وسيد الصديقين. يا نبيع المودة للقندوزي الحنفي، صفحة 495، هذا الكتاب مع العصرية، المؤلف هذا الفهلس، كان كله يقول يا ابن خالد الفهلس، ما عرفنا مؤلفه، مخفي نفسه وانتهى الخفاء.